أبدأ مع السيد فرانك من فرنسا. يعني سيد فرانك، أوائل يونيو الماضي يعني المنصرم ماكرون رفض خطة الناتو لفتح مكتب باليابان، وحذر من التوسع في آسيا، وحذر أيضا من التمدد في اتجاه آسيا، حذر أيضا من أن يعني هذا سيكون خطأ كبير، وأضاف أنه لا مصلحة لاستراتيجية للناتو في هذه المنطقة، وهذا يعتبر تورط للناتو في آسيا. الإليزي الآن يعلن أن هدفه من هذا الاتجاه هو إعادة إشراك فرنسا في منطقة المحيطين. ما الجديد؟ ما الذي تغير ما بين يونيو المنصرم والآن؟ شكرا جزيلا على دعوتي، وشكرا لضيوفك. أعتقد أن هذا الموقف الذي نراه الآن من الواضح أن هذه المنطقة، منطقة المحيط الهادي، مهمة جدا بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للرئيس ماكرون. بالنسبة لفرنسا فهي دولة منفتحة على العالم، وتود أن يكون لديها علاقات بينها وبين دول المحيط الهادي. إن لدينا الكثير من القوات التي بمقدورها أن تساعد بعض الدول هناك في هذه الأراضي، لذلك فإن الحكومة الفرنسية لديها استراتيجية واضحة ولديها محاور تسير عليها، وهي مساعدة الدول والتعاون معها في مجال الدفاع وفي مجال الاقتصاد، بحيث تستطيع أن تتعامل مع الكثير من القضايا الأخرى أيضا مثل التغير المناخي. ومن الواضح أن فرنسا وحلفائها تسعى إلى التغيير للأفضل، وتعتبر ذلك شيئا مهما للغاية. ونحن نرى أننا في فرنسا لابد أن ننتهز كل فرصة من أجل أن نواجه الخطر المتوقع من الصين، ولكننا لا نتوقع أن نواجه الصين وجها لوجه، ولذلك فلابد أن نساعد بعض الدول في المناطق التي تحاول الصين فرض سيطرتها عليها وهيمنتها عليها، لذلك فإن فرنسا تعمل عن كثب من أجل هذا الهدف.